أيسر الحامدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر. والله احنا جلسة الصالون الشهر ده خصصناها لمناقشة قضية السياحة الداخلية، إيمانا منا بأهمية قطاع السياحة كأحد مصادر الدخل القومي الأربعة. قطاع السياحة يعمل به حوالي 4 مليون مصري بشكل مباشر وغير مباشر. قطاع السياحة يعني يحقق كل سنويا حوالي 14 مليار دولار كدخل. احنا وصلنا في اللغاية في سنة 2010 لذروة الإقبال السياحي، السياحة الوافدة على مصر، وهي حوالي 14 مليون سائح. بعد أحداث 25 يناير تأثرت طبعا، اختلفت الأعداد. في دول الاتحاد الأوروبي حظر، اللي هي المورد الرئيسي للسياحة إلى مصر، حظرت هذه الدول حوالي 15 دولة حظرت السياحة. بدأنا نفتش داخلنا عن السياحة الداخلية، وأعتقد أن ده خطأ، لأن يجب أن تكون السياحة الداخلية بالكامل داخل منظومة كاملة، منظومة تتكامل فيها جهات، جهود جميع الجهات الحكومية والوزارات الحكومية، من وزارة سياحة، وزارة أثار، من وزارة مالية، من وزارة إعلام، من مجتمع، منظمات مجتمع مدني. يجب أن نضع أمام عيوننا هدف رئيسي، وهو وصول حجم السياحة الداخلية. إن كانت حاليا بعض المؤشرات والتقاط يعني تؤكد أنها تتأرجح ما بين 15 إلى 15.5%، إحنا عايزين نضع هدف لنا نصل بها إلى 40%. ليه 40%؟ حتى نستطيع أن تكون بحق هي خط الدفاع الأول في مجال السياحة في حالة حدوث أي نوع من الأزمات أو الركود للسياحة الوافدة من الخارج. بالتأكيد الصالون النهاردة استضاف شقي العملية، المستثمرين وأصحاب المنشآت الفندقية، واستضاف الممثلين الحكوميين متمثلة في وزارة السياحة أو هيئة أنشطة السياحة. طرحت الآراء وطرحت الأفكار، وأن الجميع يعلم مكامن المشاكل وما هي المشاكل. ولكن الجديد النهاردة أني اتفق الطرفين ان احنا يجب ان نضع منظومة كاملة تتعاون فيها كل الاطراف، وليس في اسراب منعزلة كل يعزف من ناحيته، ولكن احنا كمنظمات، كحكومة، كرجال اعمال، كمجتمع مدني، كاعلام، يجب ان نعزف نفس هذه المنظومة وفي نفس الاطار. وبالتالي يمكن اهم توصية خرجت النهاردة في هذا المجال هو واعتبار عام 2015 هو عام السياحة الداخلية. واقترح السادة المستثمرين الذين يمثلوهم أن يكون هناك تنسيق لجنة وزارية تشمل الجميع الوزارات المعنية بالموضوع لترجمة هذا الشعار إلى واقع ملموس. تتكامل الجهود، تتضافر، تتعاون، نحقق الهدف. هدفنا احنا بنقول 2015 ان شاء الله عايزين نصل الى 40% من حجم السياحة في مصر هي سياحة محلية، وهذا الرقم مش بعيد او كتير على المصريين، بمجرد ان احنا الحمد لله بقى عندنا دستور جديد، بقى عندنا رئيس جديد، بقى عندنا حكومة جديدة، عندنا امل في بكرة ان احنا ان شاء الله نستطيع ان نحقق احلامنا وكل املنا. بالتأكيد هو عوامل كتير. احنا زي ما قلنا من 2010 وصلنا الى 14 مليون سائح. بالتأكيد هذا رقم هو بالنسبة ل يعني الميزات الموجودة في مصر رقم قليل، ولكن هو تصاعد رقم حتى وصلنا 14 مليون. اعتقد الامن مهم جدا جدا، تحسين منظومة الطرق مهمة جدا، تحسين اللي نقدر نقول نوع توفير الاستقرار السياسي، والحمد لله بدأنا رويدا نحققه. بدأنا من السياحة الخارجية،
السياحة الداخلية لا، الموضوع محتاج، لأن أنت بتتكلم على بتحاول تغير ثقافة مجتمع، ثقافة أسرة، كيف تتعامل مع المنتجات السياحية، تتعامل مع الفنادق، مع القوانين أو النظم التي تحكم عمل هذه الفنادق. وده أعتقد أن إحنا الإعلام والدراما حتى وده بدأت أن بدأت تعطي صور، يعني نقدر نقول إيجابية لكيفية التعامل يعني في قطاع السياحة. كذلك الحملات الكثيرة اللي بتطلقها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة الخاصة بالعروض والتخفيضات، لأن احنا النهاردة أثرنا موضوعين مهمين جدا. الموضوع الأول هو أن السائح المصري أو العميل المصري غير مرحب به في الفنادق والمجتمعات والمنتجعات السياحية. النقطة الثانية التسعير، تسعيره كأسعار أعلى من نظيره الأجنبي. يمكن احنا يمكن تم الإجابة عن السؤال ده من ناحية السادة المستثمرين أصحاب المنشآت الفندقية، بأن هناك بالعكس في ترحيب، ولكن هناك بعض المشاكل الصغيرة اللي بدأت تتدارك خلال الفترة الأخيرة هي تصرفات فردية. وكذلك مسألة التسعير هي مسألة اقتصادية، أن أنت كل ما يعني يكون الغرفة بتتأجر في إطار باكج كامل كشركة من شركات سياحة وكده طوال السنة، غير لما تتأجر بشكل منفرد لأجازة واحدة أو يوم أو يومين. الطرح أنا شايف بشكل جديد جدا السنة دي أن بدأت الشركات السياحة بدأت تنظم رحلات سياحة داخلية للمقاصد السياحية المصرية، وده شيء رائع، لأن نقدر نقول الأسرة المصرية تقدر تروح تقضي أجازتها من خلال شركة سياحة، برنامج موضوع بتأمن له الانتقالات، بتأمن له برنامج كامل، في نفس الوقت بيستفيد من التخفيضات اللي بتاخدها شركة السياحة من الفنادق والمنتجعات السياحية وكده. هو يمكن برضو يمكن احنا أسيرة النقطة دي، يمكن تفضل السيد رئيس القطاع السياحة الداخلية وهيئة تنشيط السياحة وقال ان احنا موضوع السياحة او تنشيط السياحة او تحقيق جذب السياحة مش عمل وزارة السياحة، ودي حقيقة، هي منظومة متكاملة. أنا احنا قلنا وزارة سياحة، وزارة ثقافة، وزارة إعلام، وزارة مالية كنوع من الضرائب والتيسيرات والكلام ده كله، مجتمع البنوك القطاع المصرفي كذلك اللي هو بيقدر يساهم ليسهل للمستثمرين المتعسرين من نتيجة التعثرات الأخيرة دي، ده نوع من التيسيرات، مجتمع مدني، ونظام المجتمع المدني اللي بتعمل نوع من الأفكار ونوع من نقدر نقول الاطروحات والبرامج. هي منظومة متكاملة، هي السياحة صناعة شعب، لازم كل الجهات وكل النواحي لازم تتكاتف فيها، لأن احنا بنتكلم عن 15 مليار دولار سنويا، قد دخل قناة السويس 3 مرات، بتحقق لك حجم انفاق داخلي حوالي 100 مليار بيخشوا في السوق وكده، فانت بتتكلم على 4 مليون فرصة عمل، بتتكلم على حوالي 215 ألف غرفة فندقية منشأة و230 ألف تحت الإنشاء هيخشوا لك، بتتكلم عن صناعة ضخمة جدا. فلازم الشيء الضخم لازم يقابله ان انت لازم يكون في نوع من الجهود والتضافر الجهود نحو انجاح هذا الشيء. فالموضوع مش وزارة سياحة حتى لا نلقي باللوم او اللائمة على جهة معينة، الاطلاق موضوع منظومة يجب ان تتكامل وتكتمل عشان نحقق هدفنا. والله اللي حكى على حاجة، يمكن احنا زمان واحنا في المدارس كنا دايما بموضوع الرحلات، وجينا دارس والجامعة والرحلات، ننظم رحلة للفيوم، الاماكن القريبة الاسماعيلية وهكذا. لكن اعتقد ان هي ان هرجع تاني نفس النقطة اللي فاتت، هي لازم يحصل تكامل. الاعلام في حد نقطة التوعية دي مهم جدا جدا جدا، الاعلام يجب ان يعني انا بستغرب تلفزيون الدولة ما فيهوش برنامج سياحة، يعني ده شيء غريب. لازم برنامج السياحة، برامج السياحة لازم تبقى ليها موجود على الخريطة، تمام، لازم يكون هناك توعية للناس ان في هنا اماكن قريبة وتقدر تروح. كذلك وزارة التربية والتعليم دي نقطة مهمة جدا، انك انت برضو كذلك في المناهج الدراسية، تنظيم الرحلات، في يعني اعتقد ان احنا زي ما قلت في الاول كلامي، اهم
التوصية خرجت النهاردة، خرجت ان احنا 2015 يكون عام سياحة داخلية، ولكن مش 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 فقط تنظيم الحالات، لا يكون عام، يكون سياحة داخلية لبناء القاعدة الأساسية لصناعة السياحة الداخلية المتمثلة في تعاون بين كافة الجهات وكافة الوزارات لخلق هذه المنظومة ما بين تربية وتعليم وإعلام وسياحة وأثار ونقل ومواصلات، منظومة متكاملة هي دي الحقيقة تبني بالفعل عشان نصل إلى 40-50% من حجم السياحة في بلدنا السياحة الداخلية. والله أقول لحضرتك على حاجة، هو الدول يعني بتصدر حظر السياحة عن السواح بتاعها، لكن محدش يقدر يمنع حد، ده قرار خاص بالسائح نفسه، ولكن اللي احنا هو يمكن هو اكتر ده اكيد المفروض، لكن هو اكتر شيء يقلق السائح هو موضوع الامن، عدم الاستقرار الامني هو ده الشيء المرعب بالنسبة له. لكن خلافات سياسية احنا بنشوف دول بينه وبينها عداء فيها سواح بيجوا هنا، بنشوف بدول بينه وبينهم خلافات في السياسة وده بيجوا هنا، لكن هي المشكلة الرئيسية اي تخوف اي سائح هي الامن والاستقرار الامني والاستقرار السياسي، لان اي شيء يقلقك انت حضرتك رايح سائح لانك انت تفاجأ انك انت مضروب عليك بالنار او في تفجير ارهابي او الى اخره، لو في مظاهرات او الاخر، كل ده حضرتك بنقدر نقول عليه الاستقرار الامني والسياسي هو رقم واحد في جذب السياحة. والله احنا يعني بامانه بقالنا 4 ايام كده حاسين العمل بدات تظبط، يعني بجد يعني الواحد بيسعد جدا بالمرور، كمين المرور، كمين الامن اللي على الشوارع اللي على الطرق الطوالي، يعني لما الطريق طويل انت تحس في كمين واثنين وثلاثه، ده بيديك شعور بالامن. اللجان اللي ماشيه في الطريق سواء في الشارع الرئيسيه او الشوارع الطويله الطوالي السفر يعني بيحسك بامان. كل الشواهد دي بتقول ان احنا ان شاء الله داخلين الفترة الجاية على مرحلة اكثر استقرارا واكثر هدوءا، ويعني وانا بقول احنا لازم نشتغل بجد، كل مصري لازم يشتغل بجد، لا نصحى يعني نصحى 7 مش 7 الصبح، نصحى 8 الصبح يعني نصحى ساعة بدري، يعني لو كل فينا صحي ساعة بدري كده هنقدر نحقق كتير جدا ان شاء الله. يعني السياحة وانتم كأفراد تعملوا في السياحة او متعلق انشطكم بالسياحة، انا بتكلم هنا بدءا من البياع في اي محل، بدءا من سواء التاكسي وسواء الحنطور حتى رجل السياحة او صاحب شركة السياحة، انتم العامل الاول والاخير في جذب السياحة لمصر، انتم العامل الاخير في، لان السائح بيشوفكم هو بيتعامل معاكم بشكل مباشر، بيتعامل معاكم في ماديات وفي تعاملات وفي اقامه والكلام ده كله، فبالتالي عندما نحسن المعامله ونتعامل بامانه وبحب بلدنا رقم واحد ونحقق ونخلي السائح ده اللي جاي يتفسح وينبسط ويتفرج على بلدنا يحس ان هو مبسوط ويعني وما ندمش ان هو جه زار بلدنا، تمام، ده احنا كده نجحنا، انه هيروح هناك هيكون هو خير سفير لينا، هيروج لنا اكتر واكتر واكتر، وبالتالي هي المساله يعني ايه النوع دول متوالى يا هندس، ده بيقول ده وده بيقول ده، ونحقق هدفنا ان شاء الله. يعني حماده ابو العنين رئيس مجموعه شرم دريمز الاستثمار السياحي، مجموعه تعمل في الاستثمار الفندق والسياحي على مستوى جمهوريه مصر العربيه في جميع انحاء المناطق السياحيه الموجوده في مصر. هو السياحه الداخليه الحقيقه طول عمرها سياحه نشطه، لكن ما بتجدش المناخ المناسب لان احنا ندعمها. السياحه الداخليه بتحتاج لدعم في وسائل المواصلات بداية، هي العامل الأول اللي يستطيع أن هو يجذب ليك سياحة داخلية ضخمة ومتنوعة، أن يكون في وسائل مواصلات متنوعة زي ما موجود في العالم كله ما بين القطار السيارة الطائرة، وتكون بحجم ضخم بحيث أن يبقى فيها تنوع في الأسعار عشان يصل للأسرة المصرية المتوسطة أنها تسافر، عشان ما تختصرش السياحة الداخلية فقط على الأسر ذات الدخول العالية أو الأسر القادرة. والله لا، هو بالعكس، هو القاهرة طبيعي هي فيها سياحة داخلية لها اليومية، يعني الأفراد الفرد اللي بينزل من بيته كل يوم يروح يقعد مثلا على كافيه أو يروح يزور أحد المولات التجارية، ده نوع من التجول السياحي. لكن طبعا انت محتاج ان انت تقوي السياحة الداخلية في مدن كثيرة عشان انت كمان بتحاول انك انت توزع
الدخل اللي بيجي على هذه المناطق علشان الأهالي أو السكان في هذه المناطق يستفيدوا. عندك منطقة زي الفيوم منطقة مهملة، كانت في يوم من الأيام أحلى المناطق الموجودة في مصر. عندك مناطق صحراوية زي المناطق الواحات، مناطق لسه مهملة. عندك مدن تعتبر يعني ما فيش زيها في العالم زي مدن الجنوب أسوان والأقصر. فالحقيقة لا، السياحة الداخلية يجب نمرة واحد تعتمد على خروج الأسر المصرية لخارج القاهرة، أولا تخفف من العبء على العاصمة، نمرة اتنين فيها نوع من الترفيه والترويح وفيها فوائد كثيرة حتى للأسرة كلها وللأطفال. فالتركيز يجب يكون بادئ زي بدء على المدن السياحية بمختلف أنواعها. لكن ممكن يكون يعني إجابة السؤال من ناحية تانية عدم التركيز فقط على المدن الساحلية زي شرم والغردقة، بالعكس زي ما قلت في مدن أخرى تستحق. احنا زمان أنا فاكر وإحنا صغيرين أطفال كان أهلينا بياخدونا نروح نزور طنطا مثلا، وكان زيارة طنطا دي رحلة نروح في الوقت بتاع المولد، في الوقت اللي فيه نروح نتفرج على حاجات مش شفناهاش قبل كده، نشتري الحاجات بتاعتهم المشهورة بتاعتهم الحلويات والحاجات. في حاجات كانت موجودة الحقيقة السياحة الداخلية في مصر قديمة جدا وكانت أجمل من دلوقتي. احنا دلوقتي أهدرنا السياحة الداخلية بشكل كبير جدا نتيجة ان الإمكانيات الكبرى للسياحة الداخلية أو المنظومة عايزة إعادة تنسيق تاني علشان أقدر أخدم كل المواطنين مش أخدم شريحة واحدة منهم. هو طبعا التدريس أو الوعي اللي احنا بنغرزه في أطفالنا وأبنائنا من الصغر عن مفهوم السياحة نمرة واحد، السياحة داخلية وخارجية، هو وعي مهم جدا لأنه بينعكس في حاجتين. أول حاجة تصرف النشأ مع الضيف، الضيف بكل أنواعه، ضيف خارجي ضيف داخلي، ده مفهوم حضاري مهم جدا، وتصرفه لما يسافر، لانه بردك لما بيسافر في الخارج لاي حته هو سفير لبلده. فانت لما بتغرس في القيم بتاعه الضيافه، لان هي السياحه في الاخر بتقوم على الضيافه اللي هي المفهوم اللي بالانجليزي يعني الهوسبيتاليتي، فانت لما بتعلمه قيم اللي ليها علاقه بالسياحه وايه فوائد السياحه والناس اللي بتسافر وليه بتروح وليه بتيجي، بالتاكيد بتعلمه قيم مهمه جدا، وبتشجعه ان هو ينظر للرحلات زي ما كان زمان اجين يعني هنقول تاني زي ما كنا واحنا اطفال، كانت مدارسنا بتودينا رحلات ودينا مناطق ما شفناهاش، كان بيبقى فيه كل اسبوعين ثلاثة رحله حتى لو لمتحف او لمعرض. السياحه كلمه سياحه الحقيقه مفتقده مفهومها عند النشأ عندنا، واحنا مقصرين في المناهج بتاعتنا ان احنا نعلمها لهم كاحد الجوانب التربويه. لا هو خليني ما اقولش الوزارات، خليني اقول ان كل الجهات ايا كان، يعني المدرس في المدرسه، الشيخ في الجامع، يعني احنا ديننا الحنيف وكل الاديان السماويه بتحض على حسن معامله الضيف، بتحض على السفر والتجوال وان احنا نسافر في كل حته عشان نشوف ونسافر ونطلب العلم ولو في الصين. كل الكلام ده كله بتبقى مسؤوليه المجتمع ككل، تبدا من المنزل الى المدرسه الى المناطق الدينيه سواء دور العباده كلها. طبعا وزاره السياحه ممكن تقوم بدور المنسق، لان لا تنسى ان وزاره السياحه حتى حاليا في دورها في السياحه كلها هي وزاره التنسيق. يعني احنا دايما بنقول ان احنا بنشفق على من يتولى وزاره السياحه لانه بيبقى عارف المشاكل كلها وعنده الحلول ليها، لكن مش بيده حلولها لانها كلها مرتبطه بجهات اخرى سواء طيران سواء نقل سواء بيئه سواء داخليه. فهي وزاره التنسيق يعني ممكن تقوم بالدور المنسق ان هي تقوم بوضع هذه الحمله لتنفيذها من كل الجهات زي ما بقول لحضرتك، تبدا من المنزل ولا تنتهي في اي مكان. والله الاعلام له دور كبير جدا مهم جدا، ويمكن احنا يعني بنامل او بنتمنى ان دور الاعلام بقى الفتره اللي احنا بنعيشها دلوقتي، ومش هنتكلم نقول جه الرئيس السيسي او ما جاش الرئيس السيسي، لا هو جت روح جديده. هذه الروح الجديدة مش مرتبطة بس في شخص، يعني ربنا يديله الصحة ويعينه، لكن نرجو ان الروح دي تبقى مش مرتبطة كان بشخص، مرتبطة بانه هذا الرجل وضع فينا او يعني حس فينا روح جديدة. الروح دي لازم تكون على مستوى كل الدولة وكل الفئات والمجتمع ككل علشان احنا نقدر نقول ان هذه الروح تنتشر. اول مكان بتبدأ منه الرسالة هي الاعلام،
ولذلك الإعلام عليه دور كبير جدا، مش بس في السياحة سواء داخلية أو خارجية، في كل شيء، إنه هو يبدأ بقى يرتقي بالأخلاق ويرتقي بالعادات، ونبعد عن الرسائل السلبية ونخليها دائما في الرسائل الإيجابية، ولا نشير إلى السلبية ونركز عليها إلا من يعني مجرد بس بنمر عليها مرور الكرام، إنما نركز على العادات الإيجابية بما فيها عادات الضيافة والسياحة ومعاملة الضيف والتنقل والحركة والرياضة، حاجات كتير جدا. الحقيقة دور الإعلام دور مفصلي ومحوري وأساسي يعني.